45 عندنا واحد الدرس ديال الجرامة اللي هو مهم ومهم بزاف. شنو هو؟ هو غنديرو واحد المقارنة ما بين جوج ديال لي طون، جوج ديال الأزمنة، the present perfect simple ها هو، ثم من بعد عندنا present perfect continuous. شوفهم. إذا أول حاجة غنديروها شنو هي؟ هو غنعرفو هاد جوج ديال لي طون كيفاش يتصاوبوا. إذا تبع معايا مزيان وتكونسونطرا معايا مزيان باش تفهم. احنا غنبداو داك الشيء مبسط بزاف، غير تبع. اول حاجه شنو هي اللي خصك تعرفها؟ هو ان اي فيرب في لونجلي كيما بغى يكون نوعه، انت خصك تكون تتعرف عليه ثلاثه ديال لي فورم. ثلاثه ديال لي فورم شنو هما؟ الاولى الانفينيتيف فورم. الانفينيتيف فورم هي الفيرب غير المصرف، مازال ما تصرفش، صافي، هذا غير مصرف. ثم الباست سيمبل ولا سيمبل باست. سيمبل باست راه حنا درنا الدرس ديالو، وهنا غندير لكم الرابط. اللي مازال ما شافوش ضروري خصو يشوف السيمبل باست ديال لي فيرب، ديال ريغولار فيربس وديال ايريغولار فيربس. شوفهم. ثم الباست بارتيسيبل. باست بارتيسيبل شوفوا، هاد الباس بارتيسيبل حنا اليوم غادي نحتاجوه، هاد لا فورم هادي غنحتاجوها اليوم. شوفوا وتبع معايا مزيان، حنا غنديرو بعجاله هادو بثلاثه كيفاش نلقاوهم. مثلا ملي تيكون عندك واحد الفيرب اللي هو ريغولار فيرب، يعني واحد الفيرب اللي لا ريغولار فيربس هما لي فيرب العاديين نورمال فيربس، بحال تو ورك. ورك اذا ورك هي الانفينيتيف، ما مصرفاش. وركت احنا زدنا ايدي في الاخر باش نلقاو سيمبل باست، صافي. راه ملي تتلقى واحد الفيرب اللي هو ريغولار فيه ايدي في الاخر، عرف بان هاد لا فورم هادي راه هي هادي، ما تتغيرش. الباس سيمبل ديالو هو الباس بارتيسيبل ديالو، ما تيتغيرش. شوفوا. ولكن بالنسبه للايريغولار فيربس اللي حنا فايت قلنا بان حنا خصنا نكونوا حافظينهم وعارفينهم، راه الباس سيمبل ديالو والباس بارتيسيبل ديالو في الغالب تيكونوا مختلفين. يمكن لهم يكونوا في حال، يمكن يكونوا بثلاثه فيهم بحال، ولكن يمكن لهم يكونوا بثلاثه بهم مغايرين. وشوفهم. اذا نتايا هادو خصك تكون عارفهم irregular verbs و regular verbs، غير حدك تتعرف الباس سيمبل ديالو راه هو هذاك الباس بارتيسيبل ديالو. مزيان اسيدي، زيد. دابا حنا لحد الان مازال يلاه قلنا بان اي فيرب كان خصك تكون تتعرف الانفينيتيف ديالو، باس سيمبل ديالو، باس بارتيسيبل. مثلا تو دو تتقول دو، ديد، دان. ورك وركت وركت. سي سو سين. شوفهم. هكا تتكون انت حافظ لي فيرب. مزيان. دابا حنا غادي نجيو البريزنت بيرفكت سيمبل، هذا زمن، صافي. شي مرات هاد سيمبل هادي ما تتكونش مكتوبه كاع، تيقول لك غير البريزنت بيرفكت. راه الا قال لك غير البريزنت بيرفكت راه هو البريزنت بيرفكت سيمبل. واش فاهم؟ شوف كيفاش تنصاوبوه. دابا ها تبع معايا، راه حنا عندنا واحد جوج ديال الجمل. اي هاف دان ماي هوم ورك، اي هاف دان، ولا هي هاز دان هيز هوم ورك. هاد دان هادي في نظركم نتوما منين جبناها؟ هاد دان هادي ها هي هي الباس بارتيسيبل ديال تو دو. واش مفهوم؟ اذا شوف مزيان، مع اي ويو وي وذي تيكون هاف. ها هو هاف، هاف واحد الفيرب، فيرب فعل سميتو هاف. واش مفهوم؟ ومع هي شي اتس تتكون هاز، زائد هذاك الفيرب اللي بغينا حنايا، هذاك الفيرب اللي تنقلبوا عليه حنايا تنديروا ليه الباس بارتيسيبل ديالو. يعني تنقول انا، تنقول مثلا اي هاف وركت، اي هاف سين، اي هاف ايتن، اي هاف دان، الى اخره. اذا هكا رانا في بريزنت بيرفكت سيمبل. ولكن الا كان عندنا السوجي هي ولا شي ولا اتس، تتقول هي هاز دان، she has worked, it has seen، الى اخره. صافي مفهوم.
اذا هكاتي تصاوب بريزنت بيرفكت سيمبل. الا كان عندك السوجي اي ولا يو ولا وي ولا ذي راه غدير هاف زائد الباس بارتيسيبل ديال الفيرب اللي انت تتقلب عليه صافي. ولكن الا كان عندك هي ولا شي ولا ات غدير هاز زائد الباس بارتيسيبل ديال الفيرب اللي انت تتقلب عليه. شوف فهم مزيان حنا لحد الان الامور غاديه مزيان. ها هو اي هاف دون شتي انت ملي يهضر لك شي واحد على البريزنت. شوف غير تفكر بريزنت بيرفكت يعني اللي هو البريزنت بيرفكت سيمبل، دير في دماغك مباشرة خصها تجيك هاد الجملة هادي لدماغك. I have done، I have done صافي. وانت تتعرف هاد done هادي راه هي الباست بارتيسيبل ديال تو دو. ها هي done باست بارتيسيبل ديال تو دو. شوف فهم I have done. ولكن انت راك عارف بان هي وشي و ات راهم هاز. هي هاز done، I have done، هي هاز done. هادو بجوج الا بقيتي عاقل عليهم عمرك ما تلف على البريزنت بيرفكت سيمبل صافي. شوف مزيان هما يعطيونا حنا واحد الطرق باش نعقلو نعرفو مزيان علاش درنا حنا هاد البريزنت بيرفكت. هذا هي شوز ار ديرتي، هاد السيد هذا عنده صباطو موسخ. هي از كلينين هيز شوز. ها هو هنايا، ها هو شد داك الصباط ديالو بقى تاي ينظفو. ها هو شوف هنا هو نضاف صباطو وسالا. شو صباطو كيولا تبارك الله ولا مخير. اذا ها الريزولطا اللي عندنا حنايا، النتيجه شنو هي؟ شو صباطو كيولا تيشعل. اذا هو هاد الساعه دابا يمكن له يقول لك اي هاف كليند ماي شوز، اي هاف كليند ماي شوز. شوفوا صباطي كي داير، انا راني نظفتو، لقد نظفت حذائي صافي. ويلا كنا حنا تنهضروا عليه غنقولوا هي هاز. شنو قلنا؟ راه قلنا هي وشي وايس راه معاها هاز. هي هاز كليند هيز شوز. هاد كليند هادي في نظركم نتوما شنو هي؟ هاد كليند هادي، هاد كليند هادي راه هي الباس بارتيسيبل ديال تو كلين، كلين صافي. وشنو درنا ليها؟ زدناها ايدي. علاش؟ لانها ريغولار فيرب، ريغولار فيرب بحال تو ورك، ورك وركت وركت. حتى هذه كلين، كليند، كليند. شوفوا مزيان، شوفوا هاد الناس هادو، ذي ار ات هوم، ها هما في الدار. ذي ار جوين اوت، ها هما خارجين. وملي خرجوا شنو داروا؟ هذا الجاري دخلها هاي في بلاصتها، هي كانت تصاوب شي تريك وخلات داكشي باش كانت مصاوبه. اذا دابا يمكننا نقولوا ذي اللي هما بجوج، they have gone out، they have gone out. علاش؟ لان شوف ها مخلاو سميتو ها الريزولتا، ها هو الريزولتا، ها النتيجه. شنو هي النتيجه؟ هذه هذا مخلي الجريده ديالو في الارض، هي مخليه امورها تما. اذا they have gone out، هاد gone هذه شنو هي؟ هي الباست بارتيسيبل من تو جو، جو جو went gone. شوف فهم. اذا ها هي هادشي هو عندنا هنايا بالتفصيل. قلنا اي وي ويو وذي راه تنديروا معاهم هاف، ولا ها هي تنديروا ابوستروفي في اي هذا الشورت فورم، ولا هاف ولا هافنت في النيجاتيف فورم. يمكن لي نقول اي هاف كليند ولا اي هافنت كليند، لقد نظفت مثلا ماي شوز ولا لم انظف. I haven't cleaned my shoes، لم انظف حذائي. شوف هون مزيان، هادو اللي فيهم ايدي في الاخر مالهم؟ هادو راهم regular verbs، ها هو كاتبينها regular verbs، cleaned، finished، started. شوف هون مزيان. دابا قلنا مع هي وشي وايس راه هاز ولا هازنت صافي. He has cleaned، he has finished، he has started. اولا مع irregular verbs ها هما done، been، gone. had done ديال to do، been ديال to be، و gone ديال to go. شوفوا اذا ها حنا لحد الان تنتمنى انكم تكونوا عرفتوا الطريقه باش تنديروا present perfect simple. غير الطريقه، شوف عرف دابا غير لا فورم، لا فورم صافي ما بقاش عندنا فيها المشكل. مزيان مزيان. دابا شوف كاينه واحد الحاجه، واحد لو طون واحد اخر، شنو سميتو؟ سميتو present perfect ولكن continuous. هذا ماشي سيمبل، هانت هذا سيمبل وهذا كانتينوس. اما هما بجوجهم بريزنت بيرفكت، بريزنت بيرفكت. شوف فاهم، شوف مزيان.
انت باش غادي تفرق بيناتهم؟ ملي دائما ملي تسمع كانتينوس عرف غيكون عندك واحد الفيرب مع اي ان جي في الاخر، صافي هادي عقل غير على هادي. كانتينوس دائما في لونجلي تعني ان عندك واحد الفيرب فيه اي ان جي في الاخر ديالو. شوفهم، اذا نشوف مزيان كيفاش غنصاوبو حنايا هاد بريزنت بيرفكت كانتينوس. دائما دائما اي ويو وي وذاي دائما معاها هاف، ها هي، وهي شي ايت حتى هي معاها هاز. ولكن شنو هو الفرق؟ هو ان تكون عندنا واحد بين هذه دائما مكتوبه، هذه دائما هذه هنايا مع الكانتينوس تكون عندنا بين دائما مكتوبه، ها هي بين زائد واحد الفيرب اللي هما تيعطيوك زيدو اي ان جي في الاخر. شوفهم، اذا شنو غتولي عندنا؟ مثلا اي هاف بين دوين، قلنا هاف هي حيت اي، ياك، وبين قلنا دائما كاينه في الكانتينوس، والفيرب اللي عطاونا الفيرب تو دو، شنو درنا ليه؟ زدناه اي ان جي، اي هاف بين دوين، اي هاف بين دوين، وشي شي هاز بين دوين. صافي مزيان، سمع بريزنت بيرفكت سيمبل شنو قلنا؟ شنو هي الجمله باش نعقلوا عليه؟ اي هاف دان، هادي عقل عليها مزيان، اي هاف دان. والبريزنت بيرفكت كانتينوس شنو هي الجمله باش نعقلوا عليه؟ اي هاف بين دوين. صافي هانس، الا قديتي انك تعقل على هاد جوج الجمل ما عمرك ما غتلف البريزنت بيرفكت سيمبل اي هاف دان، بريزنت بيرفكت كانتينوس اي هاف بين دوين. صافي، وانت من هاد الجمله غادي تخرج القاعده وغتخرج كل شيء، وانت راك عارف بان هي شي ايت غتكون هاز، لان هذا غير بريزنت بيرفكت. صافي، هنايا ها حنا غنديروها اي هاف دان، ولكن شي مثلا شي هاز دان. فهم، وهنا عاوتاني اي هاف بين دوين، رحنا عارفين بان مع شي مثلا راه شي هاز بين دوين. واش فهم؟ عقل لي على هذا الشيء، الله يرحم لكم الوالدين لما عقلوا على هاد جوج، هادو ها هما بريزنت بيرفكت سيمبل اي هاف دان شي هاز دان، بريزنت بيرفكت كونتينوس اي هاف بين دوين شي هاز بين دوين. الى عقلتوا على هادو ما عمر بيكون عندك فيهم المشكل بالنسبه لا فورم ديالهم، غتصاوبهم سيور بلاس. 40 هما عاطينا واحد الديالوج، ها هو حنا غادي نقراوه باش نزيدو نفهمو الوضعيات، بعض الوضعيات اللي تيكون عندنا فيها تنستعملوا فيها هاد البريزنت بيرفكت سيمبل. اذا تبعوا معايا. ماذر اند توم، ماذر سيز هاف يو فينيشد يور هوم وورك توم، Have you finished your homework, Tom? واش ساليتي التمارين ديالك؟ قالها yes, mom. I have just finished. تبع معايا مزيان. هاد just هادي راه واحد ظرف زمان. ظرف زمان. Adverb of time. اللي دائما تستعمل في هاد present perfect simple. ملي تتبغي انت تقول واحد الحاجه راه يلاه درتها، جو فيان جوست دو لو فير، يلاه درتها دابا. تيقول لك شي واحد اجي صوتي التمارين ديالك، تقول يلاه دابا درتهم، يعني راه ما دازش عليها واحد الوقت طويل، يلاه دابا ساليس، عاد دابا ساليس. اي هاف جاست فينيشت، اي هاف جاست فينيشت. مزيان، هيا جاست زيد. ناو بوت اواي your books and come down for dinner. قالت لي هبط تعشى. قالها I'm not hungry. أنا ما فيش جوع مام. I have already had a sandwich. I have already had a sandwich. Had already تا هي واحد ظرف زمان adverb of time اللي تستعمل معاه present perfect simple ضروري ومؤكد. تقول I have already done. صافي، مور اوريدي ومور جاست تدير الباس بارتيسيبل ديال الفيرب. شوفهم مزيان، هاد اوريدي شنو تتعني؟ تتعني ديجا،
حنا تنقولوها حتى بالدارجه، تتقول لشي واحد اجي انت واش مثلا شريتي الكتوبه ولا مازال؟ تيقول لك انا راه ديجا شريتهم انايا، يعني انا مثلا راه شريتهم في الصيف صافي. I have already bought my all my furniture مثلا صافي. I have already done something. I have already done had already. عقلوا عليها، هات عندنا just وعندنا already. just تتعني شي حاجه يلاه درتها دابا. I have just finished my homework. و already تتعني ديجا. I have already had a sandwich. راني ديجا كليت واحد الساندويتش صافي. I have already met my friend. راني ديجا تلاقيت هذاك السيد اللي انت واخا انا كان خصني نتلاقى حتى الغدا ولكن راه ديجا تلاقيته. شوفهم زيد a sandwich when was that؟ قلت لي وقتاش؟ قال لها I bought one on my way from school. شريت واحد ملي كنت جاي من المدرسه. Is that there؟ قال لها قال لها واش الوالد كاين؟ قالت لي no he hasn't come yet. he hasn't come yet. قال لها واش بابا جا؟ واش با جا؟ قالت ليه راه مازال ما وصلش صافي. he hasn't come yet. هادي راها تتكون غير مع النيجاتيف فورم ولا الانتروغاتيف فورم، ما تتكونش في الافيرماتيف بحال جاست وبحال اوريدي صافي. نفهم تنقولوا مثلا شي واحد تيقول لك واش فلان جا ولا ما جا ولا مازال، تتقول ليه راه مازال مازال ما دخلش. يعني حنا كنا تنقولوا بانه دابا راه يكون جا، حنا دايرين معاه تصعود، ولكن هذه التصعود وربع هو مازال ما جاش، غنقولوا هي هازنت كام يات يات. فاهم؟ ثم ديد يو تيل هيم اباوت ذا ماني الى اخره الى اخره. واخا مزيان، دابا مزيان، احنا الى عقلنا غير على هاد ثلاثه هادو، عقل على جاست. I have just done. يلاه درت واحد الحاجة. I have already done. راني وديجا درت واحد الحاجة. I haven't done my homework yet. هادي راه تتكون في الاخر في النيجاتيف فورم، تتكون هي اخر ما يكتب. صافي. I haven't done my homework yet. راني مازال ما صاوبتش تمارني، كان خصني نكون مصاوبهم دابا، ولكن انا مازال ما صاوبتهمش. شوفوا هي هادي اللي قال لك جبد لنا هاد الادفيربس هادو. اللي قلنا هما ظروف المكان، هما هادو اللي خرجنا حنا. اوريدي اللي هي ديجا، جاست اللي هي شي حاجه عاد درتيها، حتى في الفرونسي تنقولوا جوس جو فيان جوس دو فيغ كيلكو شوز. ويات اللي قلنا اي هافنت دان سامثين يات، راني ما زلت لم افعلها، ما زلت لم افعل شيئا ما. واخا حنا هنايا فيلين ذا بلانك ويز ذا ابروبريت ادفيربس، هنا خصنا نديروا الادفيربس. تبع مزيان. خالد اند امينه ار اي يانغ كابل، واحد الكوبل ولد راجل ومراه. هو هاف جاست جوت ماريد، ها هي قلناها. they هما خالد وامينه هاف جاست جوت ماريد. هاد جوت هي الباس بارتيسيبل ديال تو جيت. they have just got married. يلاه تزوجوا. ملي تقول لشي واحد هادشي هاد جوج الناس راه يلاه تزوجوا، يلاه تزوجوا، يعني يلاه هادي 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام ولا سيمانه صافي. they got married only last month. هو قال لك يلاه الشهر الفايت. they are both university graduates. خالد has already got a job صافي. يلاه هما خرجوا من يلاه تخرجوا من الكليه ولا من الجامعه، ولكن خالد has already got a job. ولكن خالد ديجا لقى خدمه صافي. بات امينه، ولكن امينه hasn't found one yet. اذا ها هي شو شنو قلنا yet؟ يا ترى تكون في النيجاتيف ولا تكون في الانتروغاتيف. هي جات في النيجاتيف، هي ما زالت لم تجد عملا بعد صافي. احنا لقيناها باللغه العربيه، لم افعل شيئا ما بعد، ما زال ما درتهاش. Steve has got an old car and he wants to buy a new one but he hasn't decided yet what mark to buy. هو باغي شي واحد باغي يشري طوموبيل ولكن مازال ما قرر اين طوموبيل بالضبط خصو يشري، اين ماركه بالضبط خصو يشري. واش فهم هنايا؟ هما دايرين لكم نفس الشيء اللي حنا درناه هنايا ديال الانفينيتيف والباس سيمبل والباس بارتيسيبل. هما دايرين بزاف ديال لي فيرب. سي سو سين توك تول تولد فايند فاوند فاوند رايت روت ريتن سبيك سبوك سبوكن دو ديد دان باي بوت بوت بي
عندها جوج ديال لي فورم سيمبل باس، يا اما واز ولا وير، وبين لوز لاست لاست وونت وونتد وونتد. شوف احنا هنايا، احنا هاد الجمل احنا غنقادوهم هنايا. مثلا اي هاف بوت ا نيو كار، اي هاف سين، ولا ماري ماري اي هاف سين 3 موفيز ذيس ويك، ماري هاز فيلد هير اكزام اجان، هي هاز لوست هيز كيز، هاف يو سين جين توداي، they have gone to Spain. واش نفهم؟ 45 هما تيهضروا على البريزنت بيرفكت كونتينوس، وقتاش غير تيمكننا نستعملوه، واخا ما كاينش غير هادو، حنا نركزوا غير على هاد ربعه ديال الوضعيات. الاولى اكسبريس ان اكشن ان ذا باست، شي حاجه اللي وقعت في الماضي، ذات هاز ان افكت ان ذا بريزنت، اللي تتكون شي حاجه دارت في الماضي ولكن عندها واحد التاثير على الحاضر. ثانيه focus on the duration of time، هذه مهمة ملي تنكونوا حنا في الجملة ديالنا تنركزوا على واحد الحاجة ولكن على لا دورة ديالها، على المدة ديالها اللي قضاتها. ثالثا talk about a temporary repeated action، ملي تكون تتهضر على واحد لاكسيون اللي تتعاود، صافي درتيها وعاودتيها وعاودتيها. رابعا express an action that is still continuing، شي حاجه اللي مازال لدابا مازال ما سالاتش، او لا اللي سالات has finished. شوفوا احنا غنشوفوا هنايا واحد ليكزومبل ديال كل حاله من هاد الاربعه الحالات. مثلا ملي تنقولوا سوزان has been visiting her mother in the hospital these days، واحد السيده هاد الايام الاخرى كل نهار تقريبا تتمشي عند امها في السبيطار، تتمشي وترجع تمشي وترجع. اذا هذه شنو هي؟ هذه راها ريبيتد اكشن، واحد لاكسيون اللي تتعاود. سوزان هاز بين فيزيتين، اذا شنو قلنا؟ سوزان لانها شي درنا معها هاز، ثم بين دائما كاينه، وفيزيت زدناها اي ان جي. سوزان has been visiting her mother. علاش درنا حنا هنايا البريزنت بيرفكت كونتينوس؟ لان هذه واحد لاكسيون اللي تتعاود، ريبيتد اكشن. ثانيه I'm very tired، شي واحد قال لك انا دابا عيان، علاش؟ I have been working all day، انا عيان لانني النهار كامل وانا خدام. علاش علاش هو درنا هنايا البريزنت بيرفكت كونتينوس؟ لانها هو بداها في الديبار قال لك ام فيري تايرد، صافي عطانا لافي، قال لك بان انا دابا عيان، ولكن انا علاش انا عيان دابا؟ علاش انا عيان؟ صافي شنو هو اللي اثر عليا باش ردني عيان؟ اي هاف بين وركين لان اول داي، لانني النهار كامل وانا خدام. صافي هذا باس اكشن ويز بريزنت افكت، عنده واحد لافاي ديال دابا، عنده واحد التاثير على الحاضر. ابراهيم هاز بين سليبين فور اباوت 11 اورز، شي واحد قال لك واش السيد هذا 11 ساعه وهو ناعس؟ واش مفهوم؟ راه في المغرب عندنا عاديه حنايا، المهم معانين. هي هاز بين سليبين، علاش هنا درنا ليه البريزنت بيرفكت كونتينوس؟ علاش؟ لاننا حنايا تنركزوا على هاد 11 ساعه ديوريشن، لا ديوري ركزنا عليها، هادشي علاش درنا فيها البريزنت بيرفكت كونتينوس. ثم رابعا بيتر هاز بين وركين ان ذيس كومباني سينس 1986، يعني ان هاد ملي تيقول لك شي واحد شتي انا هاد الشركه هادي وراه من 1986 وانا خدام فيها، علاش تيقول لك هاد الهضره؟ لانه هو راه مازال خدام فيها، صافي هادشي علاش يقول لك راني خدام فيها، هادي 20 عام وانا خدام هنا وانا مازال خدام. هادي راه انا اكشن غريز ستيل كونتينوين، ستيل هي لازالت يعني مازال هاد لاكسيون مازال كاينه لدابا. واش مفهوم؟ اذا هادو نعقلوا حنا غير على هاد الربعه، لان الا مشينا تدخلنا في يوسز ديال هاد التنسز بجوج غتلفوا كلشي، عقلوا غير على هادشي. واخا حنا غنشوفوا هنا سيركل ذا كوركت فورم، يعني البريزنت بيرفكت واش غنديروا السيمبل ولا الكونتينوس. مثلا I've broken your pen John، I'm really very sorry، شي واحد واش غيقول لك انا هرست لك ستيلوك، واش غيقول لك I have broken your pen يعني سالينا هرستو سالينا، ولا I have been breaking؟ I have been breaking دائما من الكونتينوس تتعني شي حاجه اللي بعدا خصها وقت طويل باش توقع، و I've broken
راه شنو تيقول لك؟ تيقول لك راه تيقول لك غير النتيجة. ها انت شوف، ها هو السيلوك مهرس، انا راني هرسته. I have broken your pen, I'm sorry. ماشي بقيت تنهرس فيه وتنهرس فيه وتنهرس، راه هرستوها مرة واحدة، تهرس لي. ثانية، to wait، هي تنتظر، تنتظر، راه wait دائما تنتظر، دائما تتكون في الكونتينوس فورم. علاش؟ لانك ملي تتكون تتسنى شي واحد وراه تتبقى تسنى 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 تسنى، هادشي علاش تقول I have been waiting، I have been waiting for you for ages. يعني هذا بحال بغى يقول لك واه عصور وانا تنتسنى فيك. هادشي علاش حنا هنايا علاش ركزنا؟ ركزنا على المدة، ها هي قلنا for ages صافي. What have you done all this time؟ لا، What have you been doing all this time؟ تيقول لك واش كنتي تدير في هذا الوقت هذا كامل؟ شنو كنتي تدير يعني في هذه المدة كاملة؟ What have you been doing صافي all this time. ثالثة، How long، How long، شنو هي المدة صافي اللي have you lived here؟ شحال المدة اللي عشتي فيها هنا؟ ولا have you been living here؟ نورمالمون راهم بجوج صحاح، راه هاد لي طون هادو. شي مرات تتكون عندنا شي جملة اللي الوجهان بجوجهم صحاح، واش مفهوم؟ يمكننا نقولوا how long have you lived here؟ شحال عشتي هنايا؟ على أساس أنك ما بقيتيش عايش هنا. وإلا قلت لك how long have you been living here؟ يعني أنك مازال عايش هنا، ولكن راه بجوجهم صحاح، غير لا سيتياسيون تتختلف. كمال has written letters ولا has been writing letters، ولكن عندنا هنا for nearly one hour. إذا عندنا لا ديوري، ملي تكون عندنا لا ديوري دائما تنديرو الكانتينوس. كمال has been writing letters، وكمال كان تيكتب، ها هو دابا تيكتب الرسائل، وهذه ساعات هو تيكتب رسائل صح. صافي، إذا حنايا ركزنا على هاد اور. مستر براون looks very tired، هاد السيد هذا تيبان عليه عيان. علاش؟ قلنا بما أن ملي تيكون عندك شي حاجه دابا واقعه، ولكن وقعت في الباس، ولكن عندها تاثير على الان، على الحاضر، فاننا تنديروا الكونتينوس. تقولوا هي هاز بين وركين اول مورنين، الصباح كامل هو تيخدم. داك الشيء علاش هو دابا راه فيري تايرد.